السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي فاطمة الزهراء حجاج، عمري 10 سنوات. اليوم رايحة نقدم لكم وصفة البانكيك، تابعوا معايا. نبدأ بالمقادير. عندنا 150 غرام فارينة، 150 ملليلتر حليب، مغرفة صغيرة تاع الفانيلا، مغرفة صغيرة تاع الخميرة الحلوة، قرصة ملح، مغرفة كبيرة تاع السكر، زوج بيضات. نبدأ نخلطوا المواد الجافة مع بعضها. صفار البيض مع الخليط وبياض البيض مع وحده. ديروا شوية حليب، نجيو نطلعوا بياض البيض بالباتور. نخلطوه مع الخليط، نخلطوه بشويه باه ما يفسدش القهوه نتاعو. هكذا ونخليوها تذوب باه نطيبو البانكيك تاعنا. نبداو بسم الله، تشكل فقاعات باه نقلبوها. بعد ما تشكلت الفقاعات نقلبوها ونخلوها تطيب من التحت باه نحوها. دوكا نحوها، نكمل نطيب الباقي البانكيك تاعنا ونجيو نزينو مع بعض.
لهم البونكيك تاعنا واجدين. دوكا نطليو البونكيك تاعنا بالشوكولا زين اختياري، تحبوا ديروا شوكولا والبنان ولا العسل؟ نبداو. بسم الله. نحطوا فوقها البنان. بالشوكولا ونحطو فوقها البنان ونكملو لي بانكيك تاعنا هكذا حتى الاخر. هاهم لي بانكيك تاعنا واجدين. الا تحبو ديرو لهم الكراميل من الفوق. هاهم لي بانكيك تاعنا واجدين. هذه الوصفة، إلى اللقاء.